إفطار الصائم ليس خاصا بالفقراء. عند أجر إفطار الصائم ليس خاصا بالفقراء. أي صائم تفطر لك أجره. لكن لا شك أن الفقير المحتاج أولى. الفقير المحتاج أولى أن تفطره، لأنك هنا فطرت صائم وسددت حاجته. هذا أمر مهم جدا. فلذلك احرص على أن تفطر الصائم المحتاج، هذا أفضل، سواء كان في بلدك أو خارج بلدك. لكن لا شك الذي في بلدك أولى. فإذا وجدت أن اللي في بلدك غير محتاج، ممكن تنتقل إلى البلد الأخرى.